أشعياء 29. يا ويل أرئيل، أرئيل قرية نزل عليه داود، زوده سنة على سنة وتدور الأعياد، وأنا أداي أرئيل فيبقى نوح وحزن ويبقى لي زي أرئيل، وأحوط بيكي زي الدايرة وأضيق عليكي بحصن وأقوم عليكي حواجز فتتوضعي وتتكلمي من الأرض وينزل كلامك من التراب، ويبقى صوتك زي خيال من الأرض ويزقزق كلامك من التراب، ويبقى جمهور أعدائك زي الغبار الرفيع وجمهور الجبابرة زي التبن الناعم اللي بيعدي، ويبقى ده في لحظة فجأة من عند رب الجيوش يتشقر عليك برعد وزلزلة وصوت عظيم بزوبعة وعاصفة ولهيب نار بتاكل، ويبقى زي حلم زي رؤية الليل جمهور كل الشعوب التانية اللي متجندين على أرييل، كل اللي متجندين عليها وعلى القلاع بتاعتها واللي بيدقوها، ويبقى زي ما بيحلم الجعان انه بياكل بعدين يصحى وفين ونفسه فاضية، وزي ما بيحلم العطشان انه بيشرب بعدين يصحى وفين وهو تعبان ونفسه بتتمنى، اهو كده يبقى جمهور كل الشعوب التانية اللي يتجندوا على جبل صهيون، على مهلكه واستعجبوا اتلززوا وعموا سكروا ومش من الخمرة اترنحوا ومش من اللي بيسكر، لان الرب كب عليكو روح نوم عميق وغمض عينيكو، الانبياء والرؤساء بتوعكو اللي بيشوفوا حاجة متغطية وبقت الرؤية ليكو للكل زي كلام السفر المختوم اللي يزقول اللي بيعرف الكتابة ويقولوله اقرأ ده فيقول ما اقدرش لانه مختوم، او يدق كتاب للي ما يعرفش الكتابة ويتقال له اقرأ ده فيقول ما عرفش الكتابة. فقال السيد لان الشعب ده قرب لي ببقه واكرمني بشفايفه، واما قلبه فبعده عني وبقى الخوف بتاعهم مني مجرد وصية متعلمينها من الناس، عشان كده اهو انا ارجع اعمل في الشعب ده عجب وعجيب، فتفنى حكمة الحكمة بتوعه ويختفي فهم الفهمة بتوعه، يا ويل اللي بيغوطوا لاجل ما يكتموا رأيهم عن الرب فتبقى اعمالهم في الضلمة ويقولوا مين بيشوفنا ومين يعرفنا، يا للقلبة بتاعتكو بقى اللي خالق يتحسب زي الطين لاجل ما يقول المعمول عن اللي عمله ما عملنيش، او تقول الخلقة عن اللي خلقها ما بيفهمش، في مدة بسيطة خالص يتحول لبنان بستان والبستان يتحسب غابة، ويسمع في اليوم ده الطرش كلام الكتاب وتبص من العتمة والضلمة عينين العمي، ويزيد الغلابة فرح بالرب ويهتف غلابة الناس بقدوس إسرائيل، لأن الجبار فيني وفيني اللي بيتريق، وتقطع كل السهرانين على الخطية اللي خلوا الإنسان يغلب بكلمة ونصبوا فخ للي بيحكم بعدل في الباب وصدوا الصالح بالباطل، عشان كده بالشكل ده يقول الرب اللي فدى إبراهيم لبيت يعقوب مش دلوقتي يتكسف يعقوب ومش دلوقتي يصفر وشه، لكن لما يشوف أولاده عمل إيدي في وسطه يقدسوا اسمي ويقدسوا قدوس يعقوب ويخافوا إله إسرائيل، ويعرف الأرواحهم تايها فهم ويتعلم المتمردين تعليم.